إخوتي وأخواتي، كنا بنسمع على الأخبار إنه الأمريكان رح ينسحبوا من أفغانستان، وظنينا إنه الأمر يعني جميل، ولأنه الحرب والعنف كله هي مش إرادة الله. وإذ بنا نفاجأ إنه طالبان خلال 9 أيام أخذ مساحات شاسعة ودخل القصر في كابول في العاصمة وأصبح هو الحاكم، والعالم متخوف طبعا لأنه في أسباب من الماضي، شفنا الشراسة وشفنا العنف من طالبان، وشفنا المنظمات الإرهابية اللي بتعمل في هذه البلاد. وطبعا سواء الأمر تم بحكمة أو بغير حكمة، أنا مش موجود عشان أكون محلل سياسي، ولكن بتخلينا نفكر فعلا اللي هي اليوم سوبر باورز، وهل التاريخ يعيد نفسه مثل ما مملكة بابل يعني دخلها بين عشية وضحاها مملكة تسمى مادي وفارس وأخذت كل المملكة هيك بالهدوء؟ هل راح نشوف إنه مثلا بلاد صغيرة أو جيوش صغيرة تأخذ سوبر باورز القوات العظمى؟ لا أعلم، ولكن ما أعلم أحبائي، البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية، وأن النفس التي تخطئ عني تموت، وحاش لي إن النفس التي تخطئ أبيدها عن وجه الأرض، وهذا سواء أمة أو شعوب أو أي شخصية أخرى. فإذا رسالة الله هي الرسالة، لم تتغير في العهدين، سواء العهد القديم وسواء في العهد الجديد، إنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً.